شاعر قلب الموازين عندما انتقل في حرب أباغ من المناذرة إلى الغساسنة لينتصر بعد ذلك الغساسنة. شمر بن عمرو الحنفي أورد له الأصمعي مقطوعة من 5 أبيات هي في غاية الجمال، سنحكي اليوم عنها في سوالح. يقول شمر بن عمرو الحنفي: لو كنت في ريمان لست ببارح أبدا، وسد خصاصه في الطين، لي في ذراه مآكل ومشارب، لأتت إلي منيتي تبغيني، ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. هذه المعاني الجميلة عند شمر تجعلنا ما نستغرب عندما أنكر على المنذر بن ماء السماء غدره بالغساسنة، فطرده المنذر بن ماء السماء فانتقل إلى الغساسنة وانقلبت الموازين. لا أريد أن أحكي عن يوم أباغ، فهو من الأيام الشهيرة، لكنه يقول لنا: لو كنت في هذا القصر في ريمان وسد خصاصه بالطين، ستأتيني المنية، يعني شئت أم أبيت ستأتي المنية، إذن لماذا أخشى من الموت قبل أوانه. ثم يقول: ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. يستطيع شمر أن يرد عليه، ولكن السفيه إذا جاءك الكلام منه أنت على الطريق الصواب والطريق الصحيح، أما إذا جاءك من الشخص الطيب والشخص اللي له مكانته، هنا عليك أن تراجع أحوالك. ولذلك يقول الطرماح: ولقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، وأني شقي باللئام، ولن ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل. ويقول المتنبي: وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وكلمة من ناقص توحي لنا من بعيد أن الكلام سيكون مختلفا لو جاء من غير الناقص. ولذلك العرب إذا جاءها الكلام من الشخص الناقص لا يعبؤون به، بل يعرفون أنهم على الطريق الحق. يقول أزلامي، رشيد أزلامي الله يرحمه، يقول: يسبك اللي عاجز عن دروبك، لا فاعل فعلك ولا هم جنفك. وابن فطيس وش يقول يوم يقول: وراعي الهروج اللي سوات المناشير، أصد عنه وادري إنه يعنيني. فبالتالي الشخص الردي والعفن بين قوسين، إذا جاءك الكلام منه اعلم أنك على الطريق الصواب، أما إذا جاءك انتقاد وانتقاص من الشخص الطيب فهنا أنت بحاجة إلى مراجعة أوراقك. يعني هذه القطعة الجميلة التي أوردها الأصمعي في الأصمعيات تجعل لنا خارطة الطريق على درب الكرماء والنبلاء من العرب. ونلقاكم في حلقة أخرى من سوانح.